الكلام اللي انا هقوله النهارده قد يبدو ان هو مش علمي، لكن هو حقيقي جدا. انا بتكلم معاكم كتير قوي عن مسببات الامراض الجسديه، تعالوا نتكلم شويه بقى عن اسباب تانية ممكن تكون هي السبب في اصابتنا باخطر الامراض، بس عمر ما حد كلمنا عنها. الاسباب اللي بتيجي من هنا من عقلنا. تخيلوا ان عقولنا اهم واعقد اله احنا بنمتلكها وبتخدمنا هي اللي ممكن تمرضنا، مش بس تمرضنا، لا دي ممكن كمان تقف في طريق اي وسيله للعلاج، لدرجة ان انا ممكن اعمل كل حاجة واجرب كل طريقة وبرضه مخفش، مش بسبب ان كل الطرق دي فاشلة، لكن المشكلة اصلا جاية من هنا. تعالوا نشوف مع بعض ازاي عقولنا ممكن تمرضنا للابد وهي برضه اللي ممكن تعالجنا. متنسوش تعملوا لايك وشير للحلقة وسبسكرايب للقناة لو انتوا اول مرة تشوفوني، ويلا بينا نبتدي. انا ندى حرفوش ودي قناة والبي. تعرفين ان العقل الواعي اللي احنا بنفكر بيه وبنستخدمه في التفكير المنطقي ده لا يمثل الا جزء بسيط جدا جدا من العقل. العقل الباطن هو المتحكم الأكبر في أفكارنا وتصرفاتنا واختياراتنا. نقدر نقول كمان إن الشيء اللي العقل الباطن بيقتنع بيه وبيصدقه كل خلية في جسمنا هي كمان بتصدقه بتنفذه، كل ده تقريبا بيحصل بدون وعي مننا. افتكر كلنا شفنا حوالينا القصة دي قبل كده بشكل أو بآخر، شخص تعبان عنده شوية مشاكل وألام عايش بيهم بقاله مدة كبيرة، راح يكشف علشان يعرف إيه مشكلته، اتشخص بمشكلة تسمى مزمنة، خرج من العيادة وهو مقتنع إنه هو مريض بمرض لا يمكن يتعالج، وبدل ما كان عايش حياته أصلا بشوية ألام حياته وقفت، صحته اتدهورت أكتر بسرعة كبيرة جدا، الأمراض زادت، وفي ناس بعد فترة ممكن حياتها كلها تنتهي. مش كلنا شفنا القصة دي قبل كده؟ كل ده ليه؟ علشان العقل الباطن اقتنع إنه هو عمره ما هيخف، اقتنع إنه هو مريض للأبد، جسمه نفذ اللي عقله مقتنع بيه ومصدقه. في ناس ممكن تعمل كل حاجة، تلتزم بدايت صحي، تاخد أحسن وأغلى مكملات، تعمل صيام، تلعب رياضة، كل حاجة، تعمل كل حاجة، بس هي من جواها مقتنعة ومترسخ جواها فكرة إنه أنا مرضي ملوش علاج. صدقوني الحالة دي مش ممكن تخف. لو أنا مقتنعة إن أنا مرضي مزمن وملوش علاج لازم أشتغل على الفكرة دي الأول قبل ما أشتغل على المرض نفسه، لأن جسمي مستحيل يصدق اللي عقلي مش مصدقه. فاكرين لما كنا بنقول ان الصدمات النفسيه هي من اهم مسببات الاصابه بالامراض المناعيه والامراض اللي بيقال عليها ان هي مزمنه بسبب ان الصدمات بتزود التوتر والضغوط؟ انا مش مقتنعه ان ده السبب الوحيد، في سبب تاني بيخلي الصدمات تعمل كده. عارفين ايه هي الصدمه؟ الصدمه هي تعرض الشخص لظرف اقوى واكبر من قدرته على التحمل او الاستيعاب. العقل في اللحظات دي بيحس انه عنده لود كبير جدا علشان يقدر يحافظ على توازن ويمكن كمان حياة الانسان اللي بيتعرض للصدمة، ودي مهمة صعبة وشاقة جدا على المخ. في اللحظات دي تفتكروا ايه الاشارات اللي ممكن توصل للجسم؟ احنا في خطر، الموقف اكبر مننا، بتبدأ خلايا الجسم تستجيب وتدخل في عملية تدمير ذاتي بطيئة، ممكن تبقى في صورة التهاب مستمر، اكسدة، موت خلايا بوتيرة أسرع من تجددها. أحيانا كمان المخ بيحس إن المرض هو وسيلة للنجاة والحصول على التعاطف والاهتمام، الجسم بيستجيب ويمرض. إزاي؟ فاكرين وإحنا صغيرين وإحنا أطفال غالبيتنا كنا بنحصل على أكبر قدر من الرعاية والاهتمام من أهلنا إمتى؟ لما بنمرض، صح؟ العقل الباطن بقى ما بينساش أي حاجة أبدا، بيسجل كل حاجة وكل موقف، كل موجود في الدفاتر، حتى لو احنا ما عندناش القدرة على استرجاع كل الذكريات بشكل واعي، يمكن لانها كانت تافهة او قديمة جدا، لكن العقل الباطن مستحيل ينسى. لما بنشعر بالاهمال او بالحاجة للاهتمام او بان اللي حوالينا مش بيحبونا او بيقدموا لنا مشاعر كفاية، العقل الباطن بيقدر يستدعي مواقف قديمة احنا قدرنا نحصل فيها على المشاعر دي قبل كده بطريقة سهلة وبدون ما نطلبها، وغالبا ما بيلاقيش غير فترات المرض، فبتوصل اشارات للجسم انه هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا محتاجينه اكتر حاجه دلوقتي، فالجسم بيمرض علشان ينفذ اوامر العقل الباطن، لان العقل الباطن شايف دلوقتي ان الالم اللي هينتج عن المرض اخف واهون من الالم الناتج عن الاهمال او التجاهل او الالم النفسي اللي احنا بنمر بيه. احيانا الشخص كمان بيكون عنده مشاعر عميقه جدا ودفينه ان هو مش عايز يعيش اصلا، ان الحياه صعبه وعديمه الجدوى، وان هو مش عايز ومش قادر يستمر فيها. في ناس بتتملكهم مشاعر العار وان هم لا يستحقوا الحياه وان هم يعيشوا حياه كويسه، غالبا بيكون لان في شخص ما اقنعهم ان هم مش كويسين كفايه، وغالبا الشخص ده بيكون قريب جدا
علشان كده رأيه بيكون مهم وبنصدقه. مشاعر العار هي تقريبا أدنى نوع من المشاعر ممكن الإنسان يحس بيه، أصعب من اليأس والفشل والخوف. لو حاسس بالعار، لو حاسس ان انت مكسوف من نفسك وان انت مش كفاية، انت قدامك مشوار طويل قوي لازم تمشيه علشان توصل لمرحلة ان انت تحس باليأس. بس بعض الناس شعورهم بالعار عميق لدرجة ممكن تتسبب في مرضه، لان الجسم بيصدق ان هو سيء وان هو غير جيد وان هو مش كفاية وان هو ما يستاهلش نعمة الصحة فبيمرض. في واحدة مرة قالت لي جملة هي تقريبا يعني من احقر الجمل اللي انا سمعتها في حياتي. قالت لي انا كنت متابعة مع دكتورة ادتني كل الادوية ومفيش فايدة، مهما نغير النوع مهما نزود الجرعات برضو مفيش فايدة. فانا قلت لها يعني اكيد في حاجة غلط، اكيد في طريقة تانية ممكن تساعدني. دكتورة قالت لها انا كده ما عنديش حاجة تانية اعملها لك، اعمل لك ايه؟ العيب في جسمك، جسمك هو اللي مش بيستجيب للعلاج. كل اللي جه في بالي لما سمعت الموقف ده انه ازاي ممكن شخص يبقى متحجر المشاعر للدرجه اللي توصله ان هو يقول جمله زي دي لشخص مريض. طيب لما المريض يسمع الجمله دي هل ممكن في يوم من الايام يخف، ولا هيصدق ان العيب فيه هو، انه جسمه هو اللي وحش وسيء ومش بيستجيب وانه مفيش فايده؟ فبدل ما هو مرض واحد يبقوا كتير، ما هو العيب بقى في الجسم نفسه. في بعض الناس بتحتقر اجسامها بسبب تعرضهم لصدمات نفسية مرتبطة بالجسد زي الضرب، تعنيف، تنمر، تحرش والاغتصاب، لأن هما بدل ما بيلوموا المجرم بيلوموا نفسهم، إن أنا ما كانش عندي القدرة إن أنا أدافع عن نفسي، وإن جسمي هو اللي تسبب في الألم، وإن أنا أكيد أستاهل ده وإلا ما كانش حصل لي، وإني لازم أخبي جسمي وأنطوي أكتر وأبعد عن الناس علشان بس أقدر أحميه. ما بيقدروش حتى يلوموا المجرم. وأيوة الناس اللي بتمر بالتجارب دي ومحدش بيساعدها أو هم ما بيقدروش يساعدوا نفسهم على علاج الصدمة وتخلص منها بيمرضوا وبيجيلهم أمراض مناعية وبيجيلهم سرطانات وغيرها كتير. أنا عارفة أن الكلام ده ممكن يكون قلب المواجع وفتح جروح عند ناس كتير بتشوفني دلوقتي، أنا عارفة كمان أن يمكن عمركم ما تسمعوا الكلام ده في أي مكان تاني، لأن أنا عارفة وحاسة كويس قوي بكل كلمة أنا بقولها، لأن ده مش كلام كتب ولا كلام أبحاث. أنا كمان مريت بحاجات كتير من اللي انتوا مريتوا بيها أو ممكن تكونوا لسه بتمروا بيها. أنا دايما بتكلم معاكم في الموضوعات دي لأن يمكن ده يساعد أي حد إن هو يتخطى أسرع أو يلاقي طريقة يساعد بيها نفسه أو ينتبه لأنه في مشكلة هو ما كانش مدرك وجودها أصلا أو خطورتها. قبل ما تفكروا في علاج أي مرض بأيا كانت الطريقة اللي انتوا هتختاروها، اشتغلوا على أفكاركم الأول. لازم تكونوا متأكدين ومقتنعين بكل جوارحكم إن مفيش مرض ملوش علاج، إن مفيش مرض ملوش سبب، في مليون سبب بس إحنا اللي مش فاهمين، في مليون علاج لو إحنا فهمنا وحلينا البازل. لو أنت مريضة العلاج بيبدأ من جواكي مش من حباية السم اللي قالولك إن هي علاج لمرضك اللي ملوش علاج. لو حاسة بالإهمال وإنك محتاجة اهتمام ورعاية من اللي حواليكي، اتعلمي تمدي فراغ روحك بحاجات أنت بتحبيها. لو ما بتحبيش نفسك كفاية، محبة العالم كله عمرها ما هتكفيكي، واللي بيديكي حاجة النهاردة قادر يقطعها عنك بكرة. تخليش إحساسك بالاكتفاء والأهمية لعبة في إيد أي حد. محبة واهتمام الناس اللي احنا بنحبهم غالية ومهمة وعظيمة جدا، كلنا محتاجين الدعم والسند والاهتمام. لكن لو محدش حبني أنا بحب نفسي وده كفاية. لو جواكي إحساس بالعار وإنك مش كويسة كفاية، لازم تدوري على جذر المشاعر دي، جات منين ومين اللي أقنعك بيها وانت ليه صدقتي. لو دورتي هتلاقي لنفسك مليون سبب يخليكي تتاكدي ان انت اكتر من كفايه. ولو مفيش سبب اخلقيه. لو تعرضتي لصدمه مرتبطه بجسمك طلعيها، افتحيها وواجهيها بشجاعه وخلصي الموضوع، لانك مش هتقدري تعملي نفسك مش شايفه طول حياتك. كفايه. لو حواليكي حد بيعرض عليكي المساعده او يقدر يدعمك اقبلي المساعده، مش غلط. زي ما في ناس بييجوا حياتنا علشان يعلمونا دروس بالطريقة الصعبة، في ناس برضو بييجوا علشان يقدموا لنا الحب والدعم والمساندة. وهي دي الحياة، ولا ابيض ولا اسود، الوان. افتكروا دايما ان الحياة مش ابدية ومش مضمونة، محدش فينا يضمن انه هيكون موجود بكره. ضيعوش الفرصة علشان فكرة مسمومة او تجربة سيئة عديتوا بيها. الحياة بتستمر، واللي باظ نقدر نصلحه. عقولنا ذكية جدا وأجسامنا كمان ذكية ومرنة، وزي ما تقدر تمرض نفسها تقدر كمان تعالج نفسها، بس نغير الرسالة اللي بتوصل لها. عشان كده لازم كل ده يحصل بتناغم واتفاق بين العقل والجسم. لو صلحنا أفكارنا هنقدر بسهولة جدا نصلح أجسامنا، لكن طول ما الأفكار بايظة مش ممكن أي حاجة تتغير مهما عمل. خيالي معايا كده، لو عكستي الأفكار دي ممكن يحصل ايه؟ لو حاسه ان الكلام لمسك او فتح جرح مدفون عندك، حلقه علاج صدمات الطفوله اللي هتظهر دلوقتي ممكن تساعدك. تنسوش تعملوا لايك وشير للحلقه وسبسكرايب للقناه لو انتوا اول مره تشوفوني، ولو في اي موضوع عايزين نتكلم فيه سيبوه لي في الكومنتس. اما الاستشارات فاللينك موجود في الديسكريبشن. اشوفكم الحلقه الجايه، باي باي.